السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، مختبرات طبية سنة المستوى الثاني. موضوعنا اليوم حول البكتيريا الطبية على موضوع الدرس الكامبيلوبكتر. كامبيلوبكتر جينس كامبيلوبكتر يحتوي على two species. One of them كامبيلوبكتر جيجيني و بيوتايبس 1 and 2 as a pathogens. الممرض منهم بيوتايبس 1 and 2 بالإضافة إلى شبيشيز آخر ألا وهو كامبيلوبكتر كولاي. نشوف البكتيريا هذه فين تعيش في الطبيعة. نورمال هابيتات، معيشتها الطبيعية. كامبيلوبكتر جيجيني and كامبيلوبكتر كولاي are naturally found in the wild birds, chickens, cattle, goats, pigs, sheep and cats. موجودة في أمعاء الطيور البرية، الدجاج المنزلية، الأبقار، الأغنام، والماعز، الخنازير، بالإضافة إلى القطط. توجد في أمعاء هذه الكائنات. Contaminated foods, waters and unpasteurized milk are important source of the human infections and can serve refrigeration at 40% for several days but not dries. يمكن أن تعيش البكتيريا في الطعام والشراب والحليب الغير مبستر، و كل هذه يمكن أن تكون مصدر عدوى للإنسان، للبكتيريا المقدرة على المعيشة في درجة حرارة 4 درجات مثلا في التبريد، لكن شرط ألا تجف، طالما أنه فيه رطوبة فيمكن أن تعيش لعدة أيام. نشوف الباثوجينيسيتي الإمراضية بالنسبة لهذه البكتيريا. Pathogenicity of the Campylobacter jejuni and coli are now recognized as major enteric pathogens. أحد مسببات النزلات المعوية عند الإنسان، وتظهر أعراضها على صورة they cause acute diarrheal disease in children under 2 years of age, accompanied by fever and abdominal pains which is often severe. الأطفال أقل من عامين هم المهددين أكثر الإصابة بإسهال حاد مرفوق بحمى ومغص أو ألم في البطن كما يعرف، وقد يكون شديد Invasion of the intestinal walls cause acute inflammation with blood and pus, bind pus in the stool. قد تغزو البكتيريا بدار الأمعاء مسببة التهاب شديد في الأمعاء مرفوق بدم وقيح، ومغص شديد مع إسهال. دي علامات الإصابة بالكامبيلوبكتر شويشز، سواء كان
Usually or colloid. Or colloid. نشوف التشخيص المخبري للبكتيريا. Laboratory diagnosis. Specimen. العينة الذي بنا نفحصها أو نزرعها سواء فحص روتيني أو كالتشر يا دكتور فريش فريش أما مجهريا مجهريا يمكن مشاهدة الكمبيلا بكتار عصوية صغيرة وقد تكون منثنية وأحيانا تأخذ صور مثل السبيروكيتس مغزلية مغزلية وتظهر بعض عصياتها كطائر البحر سيبير كطائر البحر النورس أو أحيانا حتى بإس شيب زي حرف إس الإنجليزي هذا يمكن مشاهدته تحت المجهر بأخذ عينة وعمل صبغة بجرام ستيب جرام نيجاتيف في الأصل جرام نيجاتيف كالتشر كالتشر التزريع كامبيلا بكتيرس species are strictly micro aerophilic يعني تحتاج الى قليل من الاكسجين اجباريه كده and can grow at 43 degree centigrade and 37 degree centigrade يمكن ان تنمو في درجه تتراوح بين 37 إلى 43 درجة لها مدى واسع من اختيار درجة الحرارة لكن الهواء تتاقض شوية من الأكسجين يمكن عمل وسط اختياري للكامبيلوبكتر بعمل ميديا براد أجار ويمكن إضافة بعض المضادات الحيوية كي تعمل تثبيط لبعض البكتيريا الموجودة في البراز لأن البراز معروف عشرات الأنواع من البكتيريا سواء كان جرام نيجاتيف أو جرام بوزيتيف كوكاي أو رودس ميكتشر أو بكتيريا خليط من البكتيريا لكن والبلاد أجر طبعا معروف أنه بزك ميديا يمكن ينمي كل أنواع البكتيريا لذلك نحول إلى وسط اختياري بإضافة بعض المضادات الحيوية التي تعمل تثبيط لبعض البكتيريا على سبيل المثال الفانكوميسين عند إضافة البلاداجار بيعمل تثبيط للجرام بوستيف فانكوميسين ممكن يعمل تثبيط للجرام بوستيف وبوليمكسين ممكن يعمل انهيبيشن والكوليستين بوليمكسين بي او كوليستين ممكن يعمل انهبيشن للجرام نيجاتيف وكلا النوعين سواء كان فانكوميسين او حتى بوليمكسين بي او كوليستين كلاهما لا يؤثر على الكامبيلوبكتر اي معنى الكامبيلوبكتر ريزيستنت تو فانكوميسين كوليستين بوليمكسين بي isn't it right بيوكيميكال فيتشر فحوصات تفريقية وتأكيدية يمكن أن تفيدنا في التعرف الجيد للكامبيلوبكتر من سائر البكتيريا المعوية ويمكن ملاحظ ذلك جليا بالأكسديز بوستيف الأكسديز بوستيف مع أنه تشاركها بعض البكتيريا في هذه الصفة لكن هناك فوارق أخرى يمكن أن تعمل تفريق بين الكامبيلوبكتر والأخريات من الأكسيديز بوستيف and others not important يعني وكثير من الفحوصات البيوكيميائية غير مهمة هناك ميزات
يمكن الاعتماد عليها اولا نموها على البلاد اجار بوجود البنكوميسين وكوليستين اند بولينكسين بي يجعل من سائر البكتيريا المشابهه لها الا تنمو على هذا الطبق وتنفرد بها الكامبيلوبكتر. الخصله الثانيه اللي يمكن نفرق بينها وبين بقيه البكتيريا من الجرام نيجاتيف ورود شكل عصياتها تحت المجهر الذي تاخذ الصور اللي ذكرناها من سابق سواء كان شيء اس شيب او سي بيرد شيب او سبيروكيتس او كير ماني شيبس اوف ذا باسيلاي كان بي شو او اون ذا سلايدز اندر ميكروسكوب. يعني ممكن مشاهده هذه الاشكال جليه تحت المجهر مع انها لا تمتلكها بقيه الفوليفورم او كل البكتيريا المعويه. هيدروليزس اوف ذا هيبوريت كان بي يوزد ديفرنشيتس بين كامبيلوبكتر جيجيني اند كامبيلوبكتر كولاي. الكامبيلوبكتر جيجيني هيبيرونيك تعمل هيدروليسيس لهيبيرونيك يعني تحلل الهيبيرونيك اوكي خلاف كولاي التي لا تحلل الهيبيرونيك. H2S used to differentiate between Campylobacter jejuni biotypes 1 and biotypes 2 ويمكن الانتفاع بعد التأكيد على وجود الكامبيلوبكتر جيجيني تو بايوتايب تو بايوتايب بايوتايب 1 و 2 نفرق بين بين 1 و 2 1 production of H2S H2S sorry not produce not produce H2S in other hands coli sorry type 2 H2S positive H2S positive. هذه الميزة يمكن تفريق بين بيو تايبس 1 و 2. هيدروجين صلفيت كبريتات الهيدروجين تكون موجبة مع تايب 2 وتكون سالبة مع تايب 1 ونكون على ذلك ميزنا تماما السبيشيز بالهيبرونيت والبيو تايبس بواسطة كبريتات الهيدروجين. إذن إت كلير؟ كلير. أنتي ميكروبيال سنسيتيفيتي. كيف نكافح هذا الميكروب؟ أنتي ميكروبيال سنسيتيفيتي جينست. كامبيلوبكتر سبيشيز نالديكسيك أسيد سنسيتيف 2 نالديكسيك أسيد كولورينتينيكول تتراسيكلين جنتاميسين ستريبتوميسين إريثروميسين all of these drugs effects against Campylobacter species. Clear? Any question? ممكن نلقي نظرة على شكل البكتيريا مصورة بالإلكترون ميكروسكوب مصورة ب الكترون ميكروسكوب صورات